شلون يعني؟ والله رهيبة، قاعد تنقط. شوف شوف شوف، شيرة مع شيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي لك بعد. يا ريت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، الله يعطيكم الصحة والعافية. جمعة مباركة عليكم، جمعة مباركة عليك شمة وعليك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم جمعة، وجمعة خير وبركة عليكم يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجي إيش راح نسوي اليوم؟ اليوم راح نسوي لهم كاهي. كاهي أنا ذاك الأسبوع طلبته، قلت له خلينا هسه شنو نشوف الكاهيوية الحجية. بس قبل هذا كله أكيد ما راح تنسونا، إذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، ولايك من إيدكم الطيبة الحلوة، والتعليق حلو مثلكم، وخلينا نشوف الحجية ايش محاورة اليوم. ورجعنا لكم حبايبنا ويا أمي الحجية. إي أمي، هسه شنو المكونات مال الكاهي؟ نانا 5 كواب طحين، صفر صفر، إي نانا نص خاشوقة صغيرة ملح، هنانا مي حسب الطحين، إي هنانا خاشوقتين كبار زيت. زين، يعني هسه راح نشوف المي ايش قد راح يصير ان شاء الله، ونعرف ايش قد المي اللي ويا الخمس الكواب الطحين، صحيح؟ ان شاء الله. يلا خلينا نبلش اول شيء شنو بالعجن. هسه راح نخلي نانا الملح. زين. هسه خليت كوبين مي. زين. هسه راح اخلي بعد نص كوب، اشوف ايش قد ناخذ من عنده. اي هسه راح اخلي خاشوقتين زيت. هذا على مود ميلزك، مو اسمه العجين بالهاية، تخلي الزيت ينعم العجين. اي بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا شنو احب اتاكد، يعني ايد التاكد من الموضوع، انه الزيت يخلي العجينه تصير ناعمه وما تخليها تلزق همين، مو صحيح؟ بس ما يريد لها مي، بس يريدها تنعم. تنعم بعد. أخذت كوبين وربع. أخذت كوبين وربع. كوبين وربع من هذا الكوب. هسه شلونها؟ هسه زين. حلو. زين، هسه هاي شنو هسه؟ هسه هاي راح نريحها ساعة. إي. نرجع وياهم ان شاء الله. يعني هاي خليها ساعه بهالطريقه هاي ونرجع ان شاء الله. فتتح. زين، يعني ساعه ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هاي الساعه خلصت هسه، وخلينا نشوف امي ايش راح تسوي. يلا. بس راح اخلي هنا أنا زيت. اي. بس نقطع العجين. اي هذا هم يراد له خمره مال الكاهي مو؟ لا بدون خمره، بس ملح. بس ملح. اي سهل بسيط. بس ايه حنونه هاي. والله انا قاعد اقول يعني بصراحه، يعني قلت راح يطلع لي فتشي لو ما راح يطلع يعني، بس الحمد لله والشكر هاي طلعت. ها شوف خل هي صافي، النية صافي الحمد لله والشكر. اي والله انا الحنونه عندي بشفه واذني كلهم بشفه. هسه
هسه ذن شنو هسه نغل فيهن هالشكل؟ خليهن ربع ساعة. خليهن ربع ساعة؟ عين ربع ساعة إن شاء الله وهم نرجع لكم. إن شاء الله. إن شاء الله. هاي حبايبنا خلصت الربع ساعة، هسه الحجية شوي نظفت هنا وسويت الترتيبات مالتها، هسه شو راح نسوي؟ بس راح أخلي زيت هنا. إي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا همين يوم لازم يصير خفيف كلش خفيف يصير مو ذكر مال السبيناغ الفطاير هم سويتيها خفيفة عم تطبق يعني فأنا أسأل مو مشكلة يعني بس حتى لو مشقت عادي يعني إيه عادي ماكو مشكلة لأن تطبق بعدين بس لازم تكون خفيفة الرادها مسايسة ها إيه؟ مثل الحياة شلون الحياة حياة رادة مسايسة شوية هيك وشوية هيك تمشي الأمور مو صحيح طبعا. صح بس نسوي بالشيب. يا بالشيب خلينا نسوي هاي الثانية. يعني بالإيد تصير وبال هذا الجهاز العجيب الشيبك أهم تصير. أجي عندي سؤال بس سؤال شوية محرج. ها؟ إيه. ما أقول سؤال محرج تقول لي إيه؟ يعني لازم المفروض ما أسأل سؤال محرج، المهم. مو تقول لي ها؟ أقول لك إيه. إيه يعني. كيف إيش حجي؟ والله صار تعصب علي الحجي. زين. ليش ما تخلين دهن حر ويا هذا؟ مو تعرفين نحب الدهن حر؟ لو ما يصير صدق يعني. الزيت أحسن ويا الكاهي. الزيت أحسن ها؟ إيه. يا كيفك؟ فد يوم أريد أسوي لهم فطير مشلتت المصري. إيه. فطير مشلتت. خلي إيه؟ خلي ويا. دهن حر خليه ياه دهن حر ذاك هم يشبه الكاهي هو انا اشوفه بس يصير هيك قطع كبار واذا يردون نسوي لهم يخلي يقولون يا بكتبوا بالتعليقات اذا تريدون فطير مشلتت على طريقه اخواننا المصريين زين يعني شفتوها؟ اي حلوه هاي بتشوف العجينه مرتاحه اي تمد يا من يتذكر كاسبر؟ ما ضحكت هاي بس الجيل الطيبين القدامى يعرفون كاسبر ها؟ ذكرتنا هاي العجينة بكاسبر شلون يتكون هالشكل يصير هذا الأفلام كرتون طبعا هو زين هسه انا عندي سؤال اخر. اي. اسمحي لي يعني. يا. هوشتش بالاسئله. هسه هذا الكار راح نسويه. اي. بس ما اكله وحده، اكو شي وياه؟ جيمر. انا اريد اعرف. ما انا ما اريد تسال مثلا وتقول للحجيه انا ما مسويها جيمر، بس هي مسويها جيمر قبل الكايه ها؟ طبعا. رهيبه الحجيه والله والله رهيبه امي. يعطيك الصحه والعافيه. العافيه. الجيمر شنو اي طريقه سويتيه؟ 4 2 4 مال المنتخب اي طريقه مهمه هواي طرق. طريقه الحليب.
إيه؟ العادي يعني حليب البقر. حليب البقر العادي، لأن هسه ماكو حليب جاموس. لا ماكو. والله صار فترة مقطوع حليب الجاموس، تذكرون سوينا قبل حليب الجاموس كان والله رهيب. بس كان يجينا من فيكتوريا مالبرن يعني من ولاية ثانية يجي لهنا ونشتري، بس صار فترة ما يجيبون. فتسوي الحجية بحليب البقر أو الحليب الباودر هم سوينا. إيه؟ وطلبوها هم يعني حليب الباودر نسويها، يمكن ما اكو هواي ما شافوا هذيك الحلقة، هم نسويها إن شاء الله في اليوم. حليب الباودر المجفف. زين ذن هسه اثنين هنا انا حلوات، خلي امي تخلصهم ذني زين عيني ونرجع لكم ان شاء الله. شنو رايك امه؟ ها؟ اسوي هاي قدامك. اي كيف يلا خل اسويها. شوف انا الشبك ما اخليه يعني حيل ادق عليه. ما تضغطي عليه يعني. إيه؟ على راحت ايدك شلون ما تقولين. اي زين. اي يعني هاي هم بالمسايسه. إيه؟ يا بسايس والله كريم. تفرج ان شاء الله. مرة منها مرة منها. اي يعني إيه احنا قلنا فوق جوا يمنى يسرى او يمنى يسرى فوق جوا هالشكل. اي ما بيها مجال تطبيق الشغله. ها شوف شلون. ها هسه سويت هاي الصفحه فوق هالشكل وجوا هالشكل يمنى يسرى وبعدين يمنى. اي تطبق هسه شنو تصير كاهي مرتبه. هسه نكملها ونرجع لهم. اي نكملها ونرجع لكم ولا هاي وجه الملائكي حبيبي. يعطيك العافيه حبيبتي. واي حبايبنا خلصت. شنو سوت الحجيه؟ ثني عيني شوف امي شلون ترتيب مالتهن. شوف الجيمر شلون جيمر عيني هذا. اي والله راح اكل انا بالف عافيه ان شاء الله يوم من الكم. اي والله. فصار ايش قد ذني امه؟ 10 دقائق؟ اي 10 دقائق. عيني 10 دقائق ذني هن الصواني همين حجيه كلهن زيت ذني مو ولو دهن؟ هاي خليت الزيت بيها. اي هاي دهن حار. هاي دهن حار. حتى ما يظل بنفسك. اي والله ما يظل بنفسك. شوف ايش سويت لي؟ قالت العمود ليه ظل بنفسك هيجي؟ ليه ظل بنفسك؟ زين هسه شو اسوي؟ هسه راح افوت كم. اي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اجيب الصينية. اي يعني هسه هاي هيك مربع ما انا احب اوضح بس انه هي نفس الطريقه تفرديها بس شنو بالطول هالشكل. ايه؟ مو صحيح يعني نفس هاي يصير هالشكل. ايه؟ بس بالطول زي هاي الفتحه منا. اي هاي هالشكل همينا بهداوه يعني. ايه؟ بالمسايسه. ايه؟ زين احنا اخذنا المسايسه اليوم. اليوم يوم المسايسه او هالشكل حلو. هاي سهلة. ايه هسه جيب هذيك الصينية. يلا نجيب هاي. هاي مو الدهن الحر. هاي الدهن الحر. ايه هنا يصير بيها زيت من جوا. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الشكل تنفرد وسهلة. ما بيها شيء سهلة. حلو. بعد ما يخلصين هسه كلهن ما شعينه ونرجع لكم إن شاء الله. وهسه حبايبنا ذني خلصان هاي كلهن وهاي هنا. هسه شنو يمه؟ هسه راح نسوي الشيرة. هسه الشيرة لازم وياها سوا هنسويه. اي اي هسه هنا راح اخلي كوب شكر. اي زين هاي كوب شكر. اي هنا انا راح اخلي كوب مي مي حار.
كوب 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 اي بس ما نخلي وياه له مندوزه بس هالشكل بس هالشكل خليه فور المندوزي اللي هو ملح الليمون بس هسه شوف ذوبته ذاب اي هسه فورتين واطفي فورتين واطفي هسه بعد ما فاير طبعا حجي جبتي شوي هيل كم حبايه هيل يابا يصير اطيب اوكي والله دقيقتين هاي بلش يفور هسه هاي هي زين حلو امي هذا كله اشتغل حلو زين هسه نسده يحمى نسده شويه الشكل يحمى ذني فوق ايش قد تصل هن تقريبا دقيقتين هسه تنزلين جوا؟ ثلاث دقائق زين هسه لما تنزلين جوا سمح مره من فوق لان النار من فوق قويه ان شاء الله زين نخن شغل حلو ليش قاعد بشين نفخ شويه انا لازم افتح شويه حلو والله شكلها يخبر امي. اعتقد استوى هيك مو؟ شكلها كلش حلو. شوف عينيه. شلون شكل رهيب. حلو حلو حلو. هذا ابو الدهن الحر. هاي الدهن انا. لما خليتها جوا نصيت للفرن. ها يعني فوق على العالي وجوا تنصي. انصشي. هسه علي. هسه تعلي. زين حبايبنا فثلاث دقائق فوق وتقريبا اقل من دقيقه جوا مثل ما شفتوا يعني وفوق يظل على شيء لما تنزل الصينيه جوا يظل على انصى شيء الله يعافيش حبيبتي على شكلها من الاخير والله تمام يلا حبايب هسه رجعنا لكم هاي نفخه بني فوق نص الكباب الفرن اي ننزلهن جوا بلش يقسم هاي هاي حلو نحول هنا بهاي اذا تريدين؟ اي بس خلينا نشوف مياه يعني من جوا يلا اي قلبي هاي والله خلينا نشوف بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله كلش حلو زين ما لازقه اي حلو عشتي ذيك زين اجيب فتشي تخلي بيهن انا جبت هسه اخليهن يلا بسم الله هذا بالبايركس ايه. اي هاي خلتها حجية بهاي الصينية نفسها لان قالت هاي الستيل مو زين تخلى بالفرن خليها نخليها نفسها مالتها احسن. هسه افتح لك هاي لحظة. يلا. بسم الله. هاي هسه تعليه همين لازم تعليه. اي. حلو شوف ام الحجية وجهها شلون صار. ما من الحرارة ما شلون حمار. يعطيك العافية امه. لان الحراره تضرب على وجهها زين وهي من دون شيء ما شاء الله عليها نوبه شنو هسه صارت احمر يعطيك العافيه الله يعافيك بعد زين
واي حبايبنا خلصت الكميه، شفتوا الحجيه خلت لي هاي اخر وحده، يعني اول وحده هنا هاي الحنونه. اي هذا القطع حلو هالشكل، وانتم حسب ما تحبون صغار كبار. شوف القطعة شلون حلوة رهيبة. اي هي هاي، او هذا يصير شنو كلش خفيف يذوب. حلو عاش ديدك هسه وين الشيرة؟ يلا اللي داكل بسرعة. لا لا. هاي مالت الحنونة، هاي مالت الحنونة. ها يلا زين، هاي بعد وحدة. يابا هاي الحنونة مالتي خلصت على صفحة، خلينا نشوف هاي سويها بالطول أول شيء يمكن وبعدين. إي إي ألو عاشت إيدك يمه، شوفها إن شاء الله. هاي شغل عدل والله، عاشت إيدك. أنا هسه شنو أريد الجيمر. هاي هنا نفس الشيء. ممتاز نقسم. اسمع الصوت، اسمع الصوت. شلون عيني رهيب. يلا يعني قصقصيهن، خلي اجيب الشيره. وين الشيره؟ وهاي الشيره مالتنا بعدها دافيه وحلوه. نجيب هالشكل وندير هنا أنا. هاي نقدر هم نقصها بالمقص، يعني اللي ما عنده هاي بالمقص تقدر تقصه، يكون مقص مال الاكل يعني الحجه بس تستعمل الاكل. هذا مال الاكل. اي هاي ها. اي حلو. ورده يلا خلينا عليها شيره يمه. يلا هسه نجيب الجيمر. هاي الجيمر اول شيء. يلا هذا الجيمر عيني توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا عمود بس اريد اقلب الكاميرا، انا ما اريد اروح من بعيد، اريد من هنا من قريب بنص الحدث. ها ايه. زين خلي لي شو اسمه، خلي لي شوي قمر هيك. جيب جيب انا خلي لك. خلي لي بوحده وخلي اقلب الكاميرا. شنو نضوق هيك مباشر. شوف عيني، شوفوا شوفوا زي يقول احنا نتفرج ونتحسر. لا انا الف عافيه عليكم ان شاء الله وعلي طبعا، بس شو اسمه اهم شيء سووها وصل بهالطريقه هاي. نقلب الكاميرا. هسه شنو يعني فتره التذوق شلون يعني والله رهيبه. قاعد تنقط. شوف 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 مع شيره مع شيره. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي لك بعد يا ريت. والله العظيم شلون شوف شلون الجيمر. اه انطيني خلصت هاي صغيره. يلا ما تفيد، خلينا ناخذ هاي شويه يعني. اي بسم الله. انا اضحك من الطيابه والله، والله العظيم تخبل. هسه تريد بعد؟ لو خلينا نخلص. لا خلينا نخلص هسه. نعزل الفيديو وبعدين ارجع اخلص انت كلين. والله وين يرحم مني، ما تقول صار وين منتظرين. والله براس الشارع من زمن اليوم. الله يعافيك رحم الله والدي الحجيه. والله عشيتك وما قصرتي. ويدك الله يبارك بيك. ان شاء الله يجربونا وينجح وياهم. جمعه مباركه عليهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. مثل ما قلت لكم ام الحجيه ان شاء الله يجربوه وينجح وياكم وتاكلوه بالف عافيه وجمعه مبارك عليكم. مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ومع السلامه. السلام عليكم. في امان الله.